اوقاتكم متابعين قناه هارت سير مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب اذكركم الاشتراك بالقناه وابدا الاعجاب، واذا عجبك الفيديو شيره علق له عليه، وما تنسى زر الجرس لانه هاي القناه قناتكم. اذا عندك اي مكان حاب تشوفه بس خبرنا عنه، واحنا ان شاء الله بنوصل له بنعمل لك عنه فيديو مميز. احنا اليوم ان شاء الله طالعين على اكثر من مكان في عمان، هلا راح اشرح لكم ان شاء الله. بس هلا الهدف الاول عندي جبل الجوفه وبالذات حي متينة. عندي اكثر من مكان زي شارع الوئلي وزي مسجد المقربين ومحيط مدرسة الاميرة. هيا اللي طلبوا هاي الطلبات عندي بلاي جو بلاي وعمر مجتهى وعندي حازم حاجي اوغلو. الثلاثة طلبوا ثلاث اماكن ان شاء الله اقدر اوصل لهم، لانه مش من السهل عندي اني اوصل. بتمنى من الجميع زي ما بذكر دائما انك تدخل على جوجل وتخبرني اسم الشارع من جوجل. هلا انا ان شاء الله باذن واحد احد رتبت امور امبارح على اني اصور كل مناطق عمان وكل الطلبات القريبه من عمان في الايام اللي جاي. وانا بلشت من اليوم، طبعا اكتشفت انه عندي اكثر من 30 طلب لعمان. انا صار لي اشهر ما صورت، طبعا بسبب ظروف العمل والحر اللي اجى، هي بعدها حر يعني الله المستعان. وزي ما عودتكم بطلع دائما كل يوم جمعه ان شاء الله، ححاول اني اطلع في ايام ثانية خارج عمان. يعني حتى لو طلعت بوسط الاسبوع خارج عمان ما في عندي اي مشكلة، عندي الكمالية، عندي صويلة، عندي السلط، كثير اماكن من السلط اللي مقربة كثير من قلبي، هاي المناطق الجميلة الموجودة فيها. عندي عمان كثير مناطق، طبعا اليوم اخترت كذا منطقة على كذا فيديو بدي اعملهم لهاي المنطقة. طبعا انا هلا طالع على جبل الجوفة. انا طبعا اللي بده يعرف معلومات عن الجبل وليش سموه الجوفه ومعلومات كثير عنه يرجع للفيديوهات القديمه، انا صرت مصور جبل الجوفه يمكن 5-6 مرات. فلهيك اللي بده اي معلومات يعرفها عن المنطقه بس ما عليه غير انه يرجع للفيديوهات القديمه، لانه انا حطيت كل المعلومات بالفيديوهات القديمه. طبعا اليوم انا اخترت مجموعه معينه في شرق عمان بدي اعملها، زي الوحدات، زي اللهم صل على سيدنا محمد، جبل الجوفة، زي جبل النظيف، المريخ، منوارة. أنا هيك حاطط اللي بقدر أصوره راح أصوره إن شاء الله. تسعفني البطارية ويسعفني الوقت والجهد، وتعرفوا الشغل كثير صعبة مش سهلة، وإني ألاقي حتى الأماكن على جوجل مو سهلة برضه. في شغلات كثير بدي أتكلم عنها إن شاء الله، راح أتكلم عنها في بالفيديوهات. إذا قدرت أبلش بهذا الفيديو راح أبلش. أنا هلأ حاط مدرسة الأميرة هيا عندي هون على النافيجيشن، وطالع أدور على هاي المدرسة لحتى أصور المحيط تبعها للمتابع اللي طلب مني، اللي هو محيط حازم حاجي أوغلو. حازم حاجي أوغلو أول واحد راح نبلش معه. أنا ما بعرف، بفكر أني أعملهم الثلاثة في فيديو واحد، ثلاث طلبات، لأن إحنا هلأ في نفس المنطقة. أنا عندي على النافيجيشن ضايل دقيقة واحدة. شوفوا ما شاء الله الأحياء الجميلة القديمة الموجودة عندنا في عمان، يعني هذه الأحياء الشعبية الجميلة اللي أنا من الناس كثير بحبها. ببالي عود يا مري مثل ما الآهو.
خفيضة القول يوم الفعل أتيه يا رمحا عربي القلب.
العربية القامة فرشية الحد زهر إيمانا وشهامة أكبر واشتد وانتم يا مجد مراتها فوق الأطفال لبست عمان عباءتها وزهت بالشام لبست عمان عباءتها Thank you.
أبوابها عمان يا دار المعزة والفخر يا حرة ما دنست أثوابها دار الكرامة والكرم وأهل الكرم مفتوح للضيفان دوم أبوابها عشنا بها عمر هني يا عز من كثرت عليها تعابها يا ديرة عشنا بها عمر هني يا عز من كثرت عليها تعابها قوم افتحي لي حضنك اللي ضمني من بنت طفل في طرات عشابها والله بشكر أمانة عمان يا جماعة، شوفوا شوفوا الحاويات، أنا بشكر أمانة عمان صدقا، يعني الدنيا حر، الحرارة كانت 40 في الأيام الماضية، حتى اليوم يعني حر، كانت 40 في الأيام الماضية، وكانوا عمال النظافة ما شاء الله عليهم، طبعا عملوا لهم راحة من الساعة 12 للساعة 3 أو 4 وبعدين برجعوا كملوا. عنا النظافة في عمان يا جماعة، النظافة في عمان 24 ساعة، يعني لو تمر خلال 24 ساعة في أي ساعة راح تلاقوا عمال النظافة عمال بيشتغلوا، يعطيهم ألف عافية، ألف عافية يعطيهم، لأنهم هذول الناس بتتعب عشان إحنا ننبسط بالمناظر اللي عمالنا بنشوفها وشيلوا القرف تبعنا زبلتنا، فلازم نوجه لهم تحية كبيرة لأنهم هم اللي بنظفوا علينا، من غيرهم الأمراض بتكلنا. وتحية برضو للأمانة، لأنه الأمانة عاملة شغل كثير حلو بعكس بعض المحافظات، بالذات أنا هنتكلم عنها بصراحة لأنه تكلمت كثير، اللي برجع فيديوهات الزرقاء من النادر تلاقي شارع نظيف زي هيك. إحنا مش في غرب عمان، إحنا في شرق عمان، وهي شوف نظافة الشوارع، يعني ما شاء الله البلديات شغالة عنا كويس والأمانة شغالة عنا كويس، وأنا بحييها من هون ومن هون بقول لكم ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد مع ألف سلام.